السلام عليكم اصدقائي، مرحبا بكم في الفيديو الثالث ديال الدرس ديال المثلثات. عندنا التصنيف والانشاء، يعني في التمرين رقم 6: انا شكل هندسي له 3 اضلاع، تكفيك المزوات للتعرف علي. اذا هذه المزوات اشنو الحاجه ولا الخاصيه ديالها في المثلثات؟ هي انها كتعطيني زاويه قائمه، كان فيريفي بها هاد المثلث واش قائم الزاويه ولا لا. اذا سهله عندي القضيه، انا مثلث قائم الزاويه باين. هنا عندي في التمرين رقم 7: انا مضلع له 3 اضلاع، قياس كل من زواياي 60 درجه. مزيان، اذا انا مثلث عندي 3 الاضلاع، هذه 60 درجه وهذه 60 درجه. اشنو قلنا حنا؟ اذا كان عندي مثلث متساوي الساقين كنلقى هاد جوج الزوايا متساوين، لكن اذا كانوا عندي 3 الزوايا متساوين، هنا عندي 60 60 60، فاشنو كيعني هذا؟ يعني حتى هاد الضلع هذا راه كيتساوى مع هادو. اذا اشنو هو هاد المثلث؟ مثلث متساوي الاضلاع. اذا انا مثلث متساوي الأضلاع. إذا هذه قاعدة خذوها عندكم دائما، إلى لقيت مثلث متساوي الأضلاع فغنعرف بلي هاد الزوايا متساوين، كلهم كيساويو 60 درجة، ما كتفوتش على 60 درجة. إلى كان عندي مثلث متساوي الساقين، راه هاد الزاوية خصهم يعطوها ليا هما، وهاد جوج الزوايا إلا قالي استنتجهم غنستنتجهم، غادي يكونوا متساوين بجوجهم، جوج الزوايا فيه كيكونوا عندهم نفس القياس، كيكونوا متساويين. شوف التمرين رقم 8 شنو قالوا لي. قال لك ارسم ارتفاعات المثلث ا بي سي. ارتفاعات، اذا 3 الارتفاعات اللي عارفين حنا بلي راه كاينين عند المثلث. اذا نبدا ب ا. شوف معايا، غتجي من الراس ا وغتكون عموديه على الضلع المقابل. اذا نستعمل قلم حبر احمر، اذا نجيب من هذا الراس هذا ونجيبو يكون عمودي على هذا الضلع هذا، لانها اش الاول عندي ا اش. الضلع الثاني او لا الارتفاع الثاني غيكون عمودي على هذا وغيجي من الراس بي. اذا شوف معايا كيفاش غادي ندير، ها الراس بي. اذا نحاول، اذا غيجي بحال ما هذا الشكل هذا، عندي تقريبا هذا. نشوف لي خصني نحاول اني نقاد لي الفيرتيكاليتي هكا، إن هذا تقريبا غيجيني بحال من هذا الشكل هذا. خصني ندوز من الراس ويكون عمودي على الضلع. نحاول نستعمل قلم الرصاص تنثبت هذا يعني مزيان، حيت ما عنديش يعني واحد شوي بحال مزح من الكتاب. من هنا نشوف بعدا لا فيرتيكاليتي، لان يكون عمودي، ولكن هنا لا. نشوف، نحاول نمشي مع هنا، عندي راس ديال الزاوية تقريبا غيجيني بهذا الشكل هذا، تقريبا غيجيني بهذا الشكل. إذا هنا فين عطاني لا فيرتيكاليتي مع هذا. إذا هنا عندي اش بي اش. بالنسبة للسي، إذا غادي يدوز من السي وغيكون عمودي على هاد الضلع هذا. إذا شوف كيفاش غادي ندير، يكون عندي عمودي هنا، غيكون عمودي مع هاد الضلع هذا ياك. اذا اش غندير؟ غنكحز عندي المزود ديالي بهذا الشكل. اذا حتى هو غالبا غيجيني خارج شويه على المثلث، غيجي شويه خارج على المثلث. نشوف يعني نطول الضلع باش حتى انا يعني نكون عارف اش كندير. اذا ناخذ جن تقريبا غيجيني حتى هو بحال ما هذا الشكل هذا، مفوت واحد شوي، غيجيني بحال ما هذا الشكل. لان هذا حتى هو يعني عندي اش هنا، جن سي اش. فيما يخص التمرين رقم 9 قال لي ايضا ارسم الارتفاع الموافق للضلع بي سي. اذا الضلع بي سي، اذا غيكون موافق لهذا الضلع هذا. اذا غيمر من ا، نشوفوا معايا غتكون هاد الضلع ديال المنقلة ولا ديال المزود مقاد مع هاد الضلع يعني، وغادي يمر عندي الارتفاع
من أ بهذا الشكل هذا. إذن هنا عندي زاوية قائمة، الارتفاع الأول ثم الارتفاع الموافق للضلع AC. إذن AC إذن غيكون موافق له. إذن أشنو غندير أنا؟ خصني نطول بعدا هاد الضلع على هاد الشي. غيخرج عندي الضلع هكا، إذن هكا غادي يكون عندي الارتفاع. نشوف معايا غادي يكون يمر من الرأس ديال بي نقطة بي، إذن وغادي يجي عمودي على الضلع أسي اللي هو هذا اللي غادي نطول بحال ما هذا الشكل هذا. إذن هذا هو فيما يخص الارتفاع ديال أش اللي يعني موافق للبي سي، وارتفاع بي أش اللي موافق للضلع أسي. إذن عندي في التمرين رقم 11 قال لي، ولا شوفوا التمرين 10 هو الأول، قال لي أون فيغيفيون أفيك ميز انستخيمون دو جيومتر je trouve le triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurant 3 cm et 2 cm et je l'entoure. اش قال لي هنا؟ قال لك غنستعمل لي انسترومون يعني الادوات الهندسيه، وخصني نلقى المثلث قائم الزاويه اللي عنده في الضلع يعني اللي كاين ديال الزاويه، يعني بحال قلتي هاد الضلع مع هاد الضلع اللي كيتشاركوا في الزاويه القائمه. غنلقى 3 سنتيمتر وغنلقى 2 سنتيمتر. إذن أنا غناخد المسطرة ديالي، نبدا بهاد الضلع بهاد الشكل هذا. شحال عندي هنا؟ عندي 2 سنتيمتر في هاد الضلع. نشوفو هذا، هنا عندي 3 سنتيمتر. إذن هذا هو الشكل الأول اللي قصدو ليا. نشوفو الشكل الثاني شنو عندي فيه. ولا رديتو البال راه هنا قائم الزاوية، نشوف نتأكد منها. إذن هذا قائم الزاوية، واخا حكينا واحد شوية هاد الخط هارب شوية من الزاوية القائمة. شوف هنا شحال عندي، عندي هنا 2.9. شوفوا هاد الضلع هذا عندي فيه تا هو 2.9. إذن هذا لا، إذن هذا راه باين ماشي قائم الزاوية، لكن غير باش نفيريفيو وصافي. هنا عندي 2.9 ثم أيضا هنا 2.9، إذن هذا غير الفيديو باش نفيريفيو صافي. هنا 3.2، إذن هذا راه هذا هو الشكل اللي مقصود عندي. ثم في التمرين رقم 11 أحسب قياس الزاوية LOC دون استعمال منقلة. شوفوا معايا شنو عندي. عندي هاد الزاوية هذه فيها 123 وهاد الزاوية 87. نطلق معكم أنا من هنا. قلنا المثلثات، الزوايا ديال المثلثات، زوايا المثلثات بصفة عامة قياسها هو 180 درجة. مزيان. إلا كان عندي مربع، مربع غنقسمو لجوج، شحال فيه من زاوية؟ يعني شحال فيه من مثلث؟ فيه جوج المثلثات. إذا المثلث الأول مجموع ديال الزوايا ديالو هو 180، المثلث الثاني هو هذا تا هو المجموع ديالو 180. إذا من هذا كنستنتجو أن زوايا زوايا المربع أو المستطيل أو المربعات بصفة عامة هي أو قياس الزوايا، إذن قياس زوايا المربع أو المستطيل أو المهم شكل يكون رباعي هي 180 زائد 180 اللي غتعطيني 360 درجة. و 360 درجة إلا خدينا دائرة اتفقنا راه نفس الشكل، حيت الدائرة كتقسم لربعة على هاد الشكل ياك. يعني هاد الدوائر هاد الزوايا هادو إلا جمعتهم كيعطوني 360 درجة. علاش؟ هنا عندي 90 درجة وهنا عندي 90 درجة، هي شحال؟ هي 180 درجة. هنا 90 درجة وهنا 90 درجة، إذن تا هي 180 درجة. إذن إلا ردينا البال هادو ديال الدائرة تا هما راه كيعطوني 360 درجة فلاسون. مزيان. انا شنو عندي هنا؟ الا رديتو البال هاد البارتي مع هاد البارتي، الا زدت هادي راه شنو اللي عندي؟ ولا عندي دائره. اذا عندي هذا وعندي هذا وبقات لي هادي، حتى هي الا دورتها راه تعطيني 360 درجه. اذا اشنو غادي ندير؟ غناخذ 123 غنزيد عليها 87 كمرحله اولى. عندي 7 زائد 3 كتعطيني 10، صفر وكحتفظ بواحد. 8 زائد 2 كتعطيني 10، زائد 1 كتعطيني 11،
واحد ويحتفظ بك واحد، واحد زائد جوج كتعطيني 210. هاد 210 غير المجموع ديال هاد الزاوية، خاصاني هادي. قلنا المجموع ديال الزوايا ديال شكل رباعي أو ديال الدائرة هو 360. إذا غناخد 360 درجة غنقص منها 210. صفر ناقص صفر صفر، ستة ناقص واحد خمسة، ثلاثة ناقص جوج واحد. إذا عندي ال او سي كتساوي ليا 150 درجة. مزيان القاعدة مفهومة؟ غتبعوا معايا هنا داكشي اللي قلت هنا، راه غتفهموا معايا مزيان. لقيت هنا مستطيل ولا عندي مربع، ياك هاد الزوايا ديالو ولا بالاحرى معين، يعني كيف ما بيكون الشكل، المهم يكون عنده ربعة ديال الزوايا، راه المجموع ديال دوك الزوايا غيكون هو 360 درجة. دائرة كيف ما قلت لكم حتى هي شرحتها لكم هنا، يعني عطيتكم الدليل. هنا عندي زاوية قائمة وهنا زاوية قائمة، يعني ربعة الزوايا قائمة، كل زاوية قائمة فيها 90 درجة. كفي اني ناخذ 4 في 9 راه تعطيني، اولا يعني ندير 90 زائد 90 زائد 90 راه غادي تعطيني 360 درجة. 4 في 9 هي 36، و 36 غتزيد هذاك الصفر ديال 90 هي 360 درجة. شوفوا التمرين الاخير شنو قال لنا فيه، التمرين رقم 12. قال لي يا سيدي سون يوتيليزي لو رابورتور جو كالكول، يعني بدون استعمال المنقلة غنحسب لا ميزور دو لونغل ا بي دي. ا بي دي، اذا هاد الزاوية هي اللي بغيت نحسب انا. مزيان، اشنو عندي؟ عندي هاد الزاوية، شوفوا ركزوا معايا مزيان، عندي هاد الزاوية اللي هي 128 درجة، وعندي هاد الخاصية هادي. اش كتعني ليا؟ كتعني يعني عندي المثلث ديال بحال ما هاد الشكل، عندي هاد الزاوية انا بغيت هادي، وعندي هاد الضلع مع هاد الضلع متساويين. اشنو كنا قلنا حنا؟ مثلث متساوي الساقين له زاويتين متقايستين، ها القاعدة. في اي مثلث يعني كنلقى فيه جوج الاضلاع عندهم نفس القياس، فراه ديريكتومون عندي جوج الزوايا ديالو غيكون عندهم نفس القياس. يعني انا عندي هاد الزاويه اللي هي 128، ها هي 128 درجه، ياك. وعندي قاعده اخرى اللي هي ان مجموع زوايا المثلث كتساوي ليا 180. اذا اش غندير باش نلقى هاد الزاويه؟ غناخذ سيدي 180 درجه ونقص منها 128. ندير ندير القاعده ديالي هنا 180، اولا العمليه ديالي ناقص 128. صفر ناقص 8 ما يمكنش، كنتسلف وكنرد السلف. 10 ناقص 8 كتعطيني 2، 8 ناقص 3 اذا هنا تعطيني 5، 1 ناقص 1 تعطيني 0. اذا هنا عندي 52 درجه. 52 درجه ماشي غير ديال هذه الزاويه، هذه ديال هذه وهذه. يعني اش غندير؟ 52 نقسمها على 2. مزيان، يعني غندير العملية ديال القسمة هنا على جوج. خمسة شحال فيها من جوج؟ فيها جوج، جوج في جوج ربعة، خمسة ناقص ربعة كتعطيني واحد، كنزداد جوج، عندي 12. إذن عندي ستة في جوج كتعطيني 12، إذن هاهي خرجت لي عملية مضبوطة. إذن مزيان، إذن 52 قسمة جوج كتعطيني 26. إذن القياس ديال الزاوية، هاد الزاوية للرأس ديالها بي هو 26 درجة. إذن أشنو غنكتب هنايا؟ غادي نكتب 180 درجة ناقص 128 درجة كتساوي ليا 52 درجة. بوي ندير واحد الخط، غندير 52 قسمة جوج كتساوي ليا 26. دونك الزاوية ABD كتساوي ليا 26 درجة. عقلوا على هاد القاعدة مزيان، هادشي اللي شرحت لكم هنا عقلوا عليه مزيان حيت غتحتاجوه في الامتحانات. ثم قال لي لا ميزور دو لونغل بي دي، فين هي بي دي؟ بي ولا بالاحرى دي بي سي. إذن هذا هو المثلث اللي عندي، إذن نحاول اني نرسمه هنا. إذن عندي مثلث ديال بحال ما هاد الشكل هذا، دي بي سي، ياك. بغيت هاد الزاوية، وانا كان ديجا عندي واحد المثلث ديال بحال ما هكا،
دير بحال ما شكل تقربي وصافي. عندي هاد الزاويه هادي مزيان. عندي تاني هاد القاعده ديال هاد الضلع مع هاد الضلع متساوي ياك، يعني وعندي لردة البال راه هاد الزاويه هادي متخليك هنا، هاد الزاويه راه هي هادي، حيت عندي شكل شبه منحرف مزيان. وعندي هاد الضلع كيساوي هاد الضلع، لان عندي هاد الزاويه راه هي هادي. انا عندي هادي عارفه هادي فيها 26، وهادي كامله فيها 128 درجه. اذا الا بغيت نلقى غير هادي اش غندير؟ غناخذ هادي الكبيره ونقص منها هاد الصغيره وتعطيني هادي. اذا اش غادي ندير؟ غادي ندير اسيدي الزاويه ا، داكشي علاش عطاوني هاد المثلث هنا متقطع، اتفقنا؟ غندير الزاويه ا بي سي، غنقص منه الزاويه دي، او لا بالاحرى دي بي دي بي ا. مزيان. اش عندي في الزاويه ا بي سي؟ ا بي سي اللي هي هادي عندي فيها 128 درجه، هادشي كيبغى شويه ديال التركيز. غنقص منه الزاويه دي دي بي، يعني دي بي ا، هاد الزاويه هادي دي بي ا، يعني هادي اللي هي 26 درجه. مزيان. 8 ناقص 6 كتعطيني 2، 2 ناقص 2 كتعطيني 0، 1 ناقص لا شيء كيعطيني 1. اذا القياس ديال الزاويه دي بي سي راه كيساوي ليا 102 درجه. واذا بغيت نتاكد هنا كتبان لكم بحال زاويه قائمه، نشوف شوف انا واش زاويه قائمه ولا لا. هي ماشي زاويه قائمه، اذا فايته 90 درجه، اذا هذه راه عندي زاويه منفرجه ياك، داكشي علاش خرجت لي هنا 102 ديال الدرجات. اذا نتمنى انكم استوعبتوا يعني الطريقه باش كنخرج يعني الزوايا الاخرين بدون استعمال المنقله، حيت غتنفعكم بزاف سواء في هذه المرحله ديال الابتدائيه ولا في الاعدادي. اذا نتمنى انكم تستوعبوا يعني الطريقه بشكل يعني جيد وتفهموه مزيان. نتمنى انكم ايضا يعني تخدموا تمارينكم يعني راسكم حتى تشوفوا شنو درتوا، عاد تشوفوا الفيديوهات سواء ديالي اولا ديال شي حد اخر. يعني دائما خدمت تشوف راسك شنو درتي، عاد قارن مع الفيديوهات الاخرين باش انك تستافد وتعرف الاخطاء ديالك فين درتيهم وتجاوزهم في المره الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم.